فلذلك يقول السيد الشهيد الصدر الثاني رضوان الله تعالى عليه في كتابه ما وراء الفقه هذه العبارة: وعلى أي حال، في صفحة 43، فإن الفقهاء لم يفتوا ببطلان العبادة المتصفة بالعجب أو قل مع إعجاب صاحبها بها، فهي إذن مجزية فقها ولكنها على أي حال غير مقبولة. يقول هذا الله التكليف اللي كلفك به تصلي ساقط عن أديته، وهذا من منة الله عليك، ولكنه بحقيقته وحضوره أن تصلي وأنت قدام العرش متحقق. فالله تتمنى عليك قبلها منك فقط بهذا التكليف، ولكنها لا قبول لها. شلون ما تعرف انها اثرها ما متحقق؟ لان احنا فرضنا بان الانسان اذا توجه وتحقق بالاسماء الالهيه وصار مظهرا للاسماء انتظر شنو اثاره، فاذا جعل يده على شيء قال له كن شنو فيكون، كما قال في من في الانبياء صلى الله عليه وسلم: اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير باذن الله. ما متحقق، اذا لا يمكن ان تصدق. نعم مجزي، وكلهم على فهم كل. فلذلك يقول: ولكنها على أي حال غير مقبولة، لا تصل إلى درجة الأهمية والترحيب عند الله تبارك وتعالى. هاي عبارة، وإلى عبارة في صفحة 48 يقول: لأن كان العجب صفة مذمومة فإن العبادة مع وجودها تقع مذمومة أيضا أخلاقيا، أو قل ما يسمى بالثواب أو قلته، بل لا ثواب على الإطلاق فيها، وخاصة إذا اقترن العجب بالذات. لأن يعني هو يقسم العجب علما إلى 36 قسم متعلقات، يقول الذات والفعل اللي هو العمل والحال، ويبدأ يدخل التقسيمات. فالبعض طويل جيد للسيد جيد. ولأن كان التواضع شوية ونكران الذات صفة محمودة لنفسه، فإن العبادة تكون محمودة معه أكثر مما هي عليه صفتها العبادية. ليش؟ سؤال: ليش إذا كان العجب مذموم فالعبادة فيه مذموم؟ وليش إذا كان التواضع ممدوح فالعبادة فيه ممدوح؟ شنو العلم؟ لأن العبادات تعرض عليهم على الإنسان فيقوم بها، وإلا العبادة بذاتها لا توصف بأنها شنو لها وجود وتحقق إلا ماذا؟ إلا بوجود جوهر قائم بها، صح لا مصحيح؟ فبالتالي إذا هذا الجوهر قام بهذا الثوب واحد ولم يأتي به كما يريد الله تبارك وتعالى، بعد إلى قيمة لو ما لكم، فشنو يعتبر هذه الصفة ممدوحة أو غير ممدوحة؟ من قبيل تقول هذا عالم، عالم في أحكام الله، تسأل حكم شرعي ما يعرف، علمه ممدوح لو مذموم يكون. واضح لو ما شيء. هذه بالنسبة إلى مرض. عن مضمون الرواية: قدر ما نهتك عن الفحشاء فإن نهتك 100% فقد قبلت ماذا؟ 100%. وإن لم تنهك إلا 50% فهي ماذا؟ فقد قبلت 50%. يعني أعطت ثمارها 50%. هاي الشجرة، شجرة الصلاة، هاي المعراجية، هذا القدر مو أكثر منها. وإن لم تنهك عن الفحشاء والمنكر، جنو يا مولا بيني وبين الله بعد تعرف يوم القيامة ماذا يفعلون بك. أنت واقف في الصلاة وتصلي، ولكن في ذهنك شلون تغش طرفك؟ ممكن لو ممكن الفقيه يقول صلاة صحيحة، بل صلاة صحيحة، ما عاد يقول مو صحيحة. الفقيه يعني، لأنه هو دوره أن ينظر إلى الظواهر، هو دور الفقيه فقر أصغر. ما هو دوره؟ أن يرى أن الشرائط صحيحة لو مو صحيحة، الموانع موجودة لو مو موجودة. هل قدر؟ يقول بل، ما عاد مشكلة، ولكن هذه هي الصلاة التي الله أمرنا بها، لو صلاة تأمر عن الفحشاء والمنكر. نعم، لابد أن يدخل عالم الأخلاق على الخط، عالم السلوك على الخط، يقول لا، هذه الصلاة أسقطت التكليف فقهيا، ولكنه نفعتك أو ضرتك، لعله تضر.
تكون خسارة للإنسان. أعزائي.